فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل يريد أن يفتح محلا للحلاقة، وقد يأتيه من يريد أن يحلق لحيته أو يقص قصة شعر مخالفة، هل ما يقبضه من الدراهم لقاء ذلك محرم؟ نعم محرم، لأنه مقابل معصية. حلق اللحية حرام، حلق اللحية حرام، معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن من يريد حلق لحية، ما يمكنه من فعل هذا في محله، وفي محله اللي حطه للحلاق يشترط هذا، أنه ما تحلق فيها اللحية، ولو يكتب لوحة على الباب أنه ما تحلق فيها اللحية. نعم.